نجحت قيادة عمليات سامراء بتمرير 25,000 مقاتل من أبطال الجيش العراقي الباسل وأبطال وزارة الداخلية وأبطال الحشد الشعبي، وكانوا بقمة بالانضباط حقيقة. ما يقارب 18,000 أتوا من بغداد والوسط والجنوب، وما يقارب 7,000 إلى 8,000 أتوا من كردستان والشمال، يعني صارت عملية دخول وخروج. وسوينا الإجراءات الثلاثة: تدقيق أمني، تعفير للسيارات، وفحص صحي. ولحد الآن بعد مرور 5 أيام لم يؤشر أي حالة اشتباه في كل القطاعات اللي داخل قيادتي. والشيء الجيد أنه أي مقاتل من الأخوة العاملين ضمن القيادة للقطاعات اللي أشرت لها بس يشعر بأي علامات لمرض يذهب مباشرة إلى مستشفى سامراء وإلى الوحدات الطبية ويخضع نفسه له. هذا دلالة على وعي عالي ودلالة على التزام عالي. ومن خلال كاميرتكم احنا نقول ونعاهد، نعاهد الله والشعب العراقي، مثل ما سابقا نجحنا في عمليات تحرير وتطهير وعودة نازحين ومصالحة مجتمعية وزيارات ومواسم زراعة ومواسم تسويق، هذه الإنجازات العظيمة لقيادة عمليات سامراء مع أخوتهم في قطاعات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشعب صلاح الدين والحكومة المحلية، إن شاء الله نتجاوز هذه الأزمة بنجاح وبردا وسلام.